بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه، للشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى، على شيخنا الشيخ أحمد العرفج حفظه الله تعالى ورعاه. وهذا المجلس في الفصل الذي زاده الشيخ محمد علي بعطية في أحكام الحج. قال حفظه الله تعالى ورعاه: فصل. والحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، ولا يجبان إلا على مسلم حر مكلف مستطيع مع إمكان المسير وتخلية الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأمره عظيم، ولكن من رحمة الله عز وجل أن لم يجعله واجبا على كل أحد على الإطلاق، وإنما جعل له شروطا لكي يجب. ولذلك سقط في الواقع عن كثير من الناس، ولكن الإيمان به شيء والعمل به شيء آخر. فالإيمان به واجب على كل مسلم، ولكن العمل به قيده الله سبحانه على من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع الوصول إلى الحج أو العمرة لأي سبب كان، فحين ذلك يعذر، إما بسبب الفقر مثلا، أو سبب المرض، أو حتى المرأة لو لم تستطع بسبب عدم وجود المحرم، أو موانع السفر وبعد المسافة إلى آخره من هذه الموانع، يسقط بذلك الطلب عن هذا المسلم. نعم، وبقية الشروط واضحة. أحسن الله إليكم. المرأة تزيد على بقية على الرجل، يعني وجود المحرم، ولكن وجود المحرم أو حينما يختل شرط من هذه الشروط، أو خاصة الاستطاعة، من تكلف فقير وتكلف وحج، أو امرأة لم يتيسر لها المحرم ولكنها حجت مع نسوة ثقات، أو تعدت وحجت من غير حتى نسوة ثقات، هل الحج صحيح أو غير صحيح؟ الحج صحيح، ولكن كونها تسافر بغير محرم هذا شيء آخر يحرم عليها ذلك، فانتقالها وسفرها حرام، ولكن الحج نفسه يسقط عنها. طبعا ما يشاع عن جواز السفر عند الشافعية بدون محرم أو مع نسوة ثقات جائز، هو ليس على الإطلاق، فقط لحج أو عمرة الفرض. امرأة تريد أن تعتمر عمرة الفرض أو تحج حجة الفرض، ولم يتيسر لها محرم فحجت مع نسوة ثقات، لا بأس. فقط هذا الذي يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم. أما بقية أنواع السفر بما أنه مسافة قصر أو غير مسافة قصر ولكن فيه خلوة،
مثلا أو فيها بعد مسافة، فلا بد من وجود مسافة، لا بد من وجود محرم، ولا يكفي فيه النسوة الثقات. يعني إشاعة عن أن المرأة يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات في المذهب الشافعي ليس على إطلاق. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: فصل. وأركان الحج ستة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير والترتيب في معظم الأركان. وأركان العمرة أركان الحج إلا الوقوف. تمام. الأركان هي واحدة في الحج والعمرة، إلا يزيد الحج بالوقوف. والإحرام ذاته الذي هو النية ركن، وكون الإحرام من الميقات واجب. فالواجب والركن في عند الشافعية في جميع الأحكام الفقهية هي مترادفة إلا في الحج. في الحج الواجب يختلف عن الركن، الركن والفرض بمعنى واحد في جميع الأحوال وفي جميع الأبواب، ولكن الواجب في جميع الأبواب إلا باب الحج، الواجب أيضا يرادف الركن والفرض، هذا عند الشافعي. كما أن السنة والمستحب والمندوب أيضا عند الشافعية ألفاظ مترادفة، يختلف عن المالكية مثلا في أن هذه ألفاظ مختلفة المراتب. إذن عندنا الواجبات شيء والأركان شيء في باب الحج، فمن ذلك الإحرام، نية الإحرام هي ركن، ولكن كونها تكون من الميقات هو واجب. فمن ترك النية، من تعدى الميقات ثم نوى، حين ذلك ترك الواجب، ولذلك يلزمه الفدية. فترك الواجب لا يؤثر في الحج على صحته وعدم صحته، وإنما هو صحيح ولكن يلزمه الفدية. فمن ترك الرمي مثلا، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك الإحرام من الميقات ونوى من غير الميقات المفترض أن يحرم منه، حين ذلك ترك واجبا. وترك الواجب إن كان بتعمد من غير عذر فعليه مع الإثم عليه فدية، وإن لم يكن متعمدا خارج عن إرادته حين ذلك يسقط الإثم وتبقى الفدية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فصل. وواجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، ويحصل بلحظة بعد منتصف الليل، ورمي جمرة العقبة سبعا يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، والمبيت بمنى ليالي التشريق، والتحرز عن محرمات الإحرام، وطواف الوداع. نعم، هنا الواجبات ذكر منها التحرز عن محرمات الإحرام، هي في الحقيقة ليست هي تعد من الواجبات، وإنما هي محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام لها كفارتها الخاصة، وأيضا تختلف أحكامها باختلاف أنواعها. فمحظورات الإحرام منها ما هو ترفه ومنها ما هو إتلاف. فالترفه مثل الطيب وتغطية وجه المرأة، وطبعا تغطية وجه المرأة يعني ملامسة الغطاء للوجه، أما عدم ملامسة الغطاء للوجه فإذا كان بحضور أجانب
جانب يجب أن تغطي المرأة وجهها، ولكن مع تجاف بين الوجه والغطاء. فالقصد ملامسة الغطاء للوجه تعمدا، أما نسيانا أو مع المرأة مع كونها نائمة مثلا فليس فيه شيء. تغطية رأس الرجل مثلا شبيه بتغطية وجه المرأة أيضا بالملامسة، أما إذا وجد فاصل مثل الشمسية هذه فلا يضر. ويعني بقية المحظورات معروفة من الطيب وغيره. بقية الإتلاف، الإتلاف مثل قلم قلم الأظافر وقص الشعر بنسف أو إحراق أو آلة حلاقة أو مقص بأي طريقة من طرق الإتلاف يحصل بثلاث أظافر فأكثر أو بثلاث شعرات فأكثر في مكان واحد بالتوالي. والفدية مخيرة بين الإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. هذا المحظورات. وقلنا إذا كان إتلافاً، إذا كان إتلافاً فتثبت الفدية على كل حال، سواء كان ناسياً أو غير ناس محتاج لهذا العمل أو غير محتاج مضطر إليه أو غير مضطر. على كل حال بما أنه إتلاف تلزم الفدية، لكن يختلف في الإثم. الإثم إذا كان متعمداً فيأثم، وهذا أشد يعني ينبغي على المسلم أن يراعي وجود الإثم أو عدم وجوده أكثر من مراعاته للفدية. كثير من الناس يراعي الفدية ويتناسى الإثم، فينبغي يعني العكس، أن يراعي الإثم وعدم الإثم أكثر من مراعاته للفدية وعدمها. وأما الذي هو ترفه الطيب واللبس وما إلى ذلك، لبس المخيط للرجل، فهذا إذا كان ناسيا، إذا كان عن نسيان فلا شيء عليه، لكن ينبغي إزالة هذا المحظور فورا. فلو جاءه مثلا طيب مفاجئ مثلا أو وضعه ناسيا وهو محرم فيزيله مباشرة، لا يبقي ويقول أنا وضعته ناسي، لا، يلزمه الإزالة مباشرة. فلا يستديم في هذا الترف، وليس عليه إثم، وكذلك ليس عليه فدية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وواجبات العمرة 2، الإحرام من الميقات والتحرز عن محرمات الإحرام. نعم. قال أحسن الله إليكم: قال فصل: وسنن الحج كثيرة، منها الإتيان بالتلبية وتقديم الحج على العمرة وطواف القدوم وركعة الطواف ولبس إزار ورداء أبيضين. نعم، هذه بعض السنن، هذه سنن الطواف والعمرة، ولها سنن أخرى كثيرة مثل التلبية وفي الرمل، يكون الرمل في الطواف والاضطباع إلى آخره من هذه السنن الكثيرة. فالسنن بقي مسألة وهي الدخول في النسك والخروج من النسك، هل يعني هو كالصلاة أو كالصيام؟ الحج والعمرة شديد التعلق، فليس
بالنية يبطل العمل. بخلاف الصلاة مثلا، الصلاة متى ما دخل فيها الإنسان ونوى الإبطال بطلت. ومر علينا أنه حتى لو كان علقها، حتى ولو علقه بمستحيل، يعني له قريب مثلا في أمريكا قال إن جاء قريب بهذه اللحظة الآن سأبطل الصلاة، بطلت الصلاة. فمتى ما نوى الإبطال للصلاة بطلت. الصيام أشد تعلق قليلا، وهو أنه لا يبطل بالنية، متى ما دخل في الصيام يعني نوى وأصبح صائما وفي خاطره أو تلفظ قال لا أريد أن أصوم، خلاص أنا سأفطر الآن، هل يعد مفطرا؟ خلاص ما ينفع الصيام؟ لا، هو الآن إن لم يأكل ويشرب أو يفعل فعلا مفطرا حين ذلك يبقى على صيامه. فالصيام لا يبطل إلا بالفعل، فالكلام والنية لا تؤثر في إبطال الصيام، إلا أن نسأل السلام والعافية الردة. الردة هي التي تبطل كل عمل. وكذلك أشد من الصيام، أشد من الصيام الحج أو العمرة، فهو شديد التعلق جدا. فمتى ما دخل الإنسان في حج أو في عمرة فلا يمكنه الخروج منه إلا بإتمامه، بالإضافة كما قلنا الردة نسأل السلام العافية تبطل هذا نسأل السلام إن شاء الله لا يحصل. ولكن الإنسان المسلم العادي لا يبطل حجه إلا بإتمامه، وحتى الجماع في النسك لا يبطله وإنما يفسده. وهذه هي المسألة الوحيدة في الفقه الشافعي الذي يفترق فيه الفاسد عن الباطل فيدوم. يعني عندنا هناك أشياء متعددة في الفقه الشافعي وفيها فرق بين الفاسد والباطل في بعض الأحكام المترتبة عليه. فهناك مثلا النكاح فرضا، هناك نكاح فاسد، هناك نكاح باطل. ما الفرق بينهما لو أردنا أن نتوسع قليلا؟ يعني مثلا الأولاد الناتجون عن النكاح الفاسد ينسبون لأبيهم ويترتب عليه أمور أخرى من وجوب النفقة ووجوب كذلك المهر إلى آخره، بخلاف الباطل. الباطل الأحكام الناتجة عليه هو نسأل الله السلامة والعافية كالزنا. فالأولاد الناتجون مثلا عن النكاح الباطل لا يعدون أبناء هذا الرجل. إذن النكاح الباطل يعني يختلف عن أن النكاح الفاسد في بعض الأمور، ولكن الجامع بين الفاسد والباطل هو أن العقد خلاص بمجرد اكتشاف أن هذا العقد فاسد مثلا لا يعمل به في جميع الفقه الشافعي، فيصير حكمه حكم الباطل، فلا يجوز الاستمرار في هذا العقد الفاسد كالباطل. إلا الحج، الحج هو هذا كما قلنا المسألة الوحيدة الذي يجوز فيها أو يجب الاستمرار فيها ويجب معه القضاء. يعني فمن جامع في حج فما يبطل حجه، وإنما يجب عليه الاستمرار في أداء هذا الحج إلى أن يكمله، ثم يلزمه أيضا أن يحج
إن استطاع طبعا السنة القادمة على الفور فهذا هو الواجب، لكن إن لم يستطع بسبب مثلا فيزا ولا تصريح ولا سبب من الأسباب يعني ينتظر إلى الاستطاعة. إذن أن النكاح الفاسد الحج الفاسد يختلف عن الحج الباطل في أيضا في الفقه الشافعي، فهذه المسألة الوحيدة التي يكون فيها العمل فاسدا ويجب استدامته ويجب الاستمرار فيه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال فصل: وللحج والعمرة مواقيت زمانية ومكانية. فالميقات الزماني للعمرة في كل وقت، وللحج في أشهره فلا يحرم به إلا فيها، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وأما المكاني فمن كان بمكة من مكة للحج وأدنى الحل للعمرة، وغير المكي يحرم بالحج والعمرة من الميقات الخاص به، وهو لتهامة اليمن يلملم، ولنجد قرن، ولأهل العراق وخراسان وأهل المشرق ذات عرق، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل المدينة ذو الحليفة. ومن مسكنه بين الميقات ومكة فميقاته مسكنه، ومن تجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم أراد الإحرام به فميقاته من حيث أنشأ. نعم واضح هذا كله الحمد لله. أحسن الله عليكم. فصل: ويجوز أن يحرم مفردا أو متمتعا أو قارنا أو مطلقا ويصرفه إلى ما شاء، وأفضلها الإفراد فالتمتع فالقران، ويجب على المتمتع ومثله القارن دم، ومثلهما في وجوب الدم من ترك واجبا من الواجبات، فإن عجز عن الدم فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم طبعا الأفضلية هذا فيها خلاف بين المذاهب، فعند الحنابلة الأفضل هو التمتع والثلاثة كلها جائزة، فمن أراد أن يفعل ما شاء فله يعني كامل الحرية، ولكن في الأفضلية كما قلنا الحنابلة عندهم التمتع والأحناف عندهم القيران، أما الشافعية والمالكية فعندهم الإفراد أفضل، وكلهم على هدى إن شاء الله وخير. أحسن الله إليكم. قال فصل: ومن جاوز الميقات مريدا للنسك لزمه العود، فإن لم يعد قبل تلبسه بنسك آثم ولزمه دم. نعم هذا في من تعدى بإحرامه، فهل له الاستدراك أو ليس له الاستدراك؟ إن أمكنه الرجوع يعني هو تعدى الميقات، فإن كان لم يرد أساسا إن لم يرد الإحرام فطرأ عليه نية الإحرام فلا يحتاج إلى رجوع، متى ما طرأ له الإحرام فبطرو هذه النية في نفس هذا المكان يحرم، ولكن لو كان ناويا أو قاصدا أن يعتمر أو يحج ولكنه إما غفل أو نسي أو نام وتعدى الميقات ثم انتبه بعد مضية أو بعد مسافة من الميقات، فهذا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، أو إن لم يرجع فيلزمه دم. بقي قضية الإثم، الإثم إذا كان متعمدا مثل ما مر في المحظورات، إن كان متعمدا فعليه الإثم مع الفدي، وإن لم يكن متعمدا فما عليه إلا الفدي، وإذا رجع
إلى الميقات سقط عنه الإثم وسقط عنه أيضا الفتح. ولكن يشترط يعني أنه لو كان قد وصل إلى مكة معتمرا مثلا لكي يسقط برجوعه يشترط أن لا يبدأ في الطواف، فمتى بدأ بالطواف خلاص يمتنع عليه الرجوع لإسقاط الدم عن هذه العمرة، نعم عن هذا الإحرام. نعم أحسن الله إليكم. قال فصل: وواجبات الطواف 11: الطهارة عن الحدثين وعن النجاسة في ثوبه وبدنه ومطافه، وستر العورة، وبدء الطواف بالحجر الأسود والانتهاء به، ونيته إن استقل، ومحاذاته للحجر أو بعضه عند النية إن وجبت، وجعل البيت عن يساره في جميع طوافه مارا تلقاء وجهه، وكونه خارجا بكل بدنه وثوبه المتحرك بحركته عن البيت والحجر والشاذروان، وكونه داخل المسجد، وكونه سبعا يقينا، وعدم صرفه لغيره. نعم هذه واجبات ينبغي يعني ومراعاتها في الطواف، وبعضها يعني تشترك فيه الصلاة مع الطواف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة، فمنها الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك الطهارة عن النجاسات وستر العورة إلى آخره. وهناك ما هو يختص به، فمثلا البدء بما قبل الحجر الأسود يعني احتياطا، فلا بد أن يمر في بدايته على جميع الحجر الأسود، فلذلك ينبغي أن يقف قبله يعني قليل لكي يتيقن أنه سيبدأ بجميع الحجر الأسود. وفي الانتهاء العكس، لا بد أن يمر أولا على جميع الحجر الأسود، فما يكفي الوقوف عند أوله، فلا بد أن يمر بجميع جسده على جميع جميع الحجر الأسود. فهذا يعني في البداية والنهاية، ولا بد أن يكون كتفه إلى جهة الكعبة، كتفه الأيسر إلى جهة الكعبة. ولذلك يخطئ من يحرم ببعض الأطفال ويجعل يعني ويحمل هذا الطفل وصدره إلى صدر الطفل، أو صدر الطفل وضعه على صدره مثلا، والطفل محرم وهو أيضا محرم. فأول الأخطاء أن يعني بما نحن في نفس هذه المسألة أن طواف الطفل غير صحيح، لأن صار كتف الطفل أو ظهر الطفل إلى جهة الكعبة وليس كتفه الأيسر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الحامل والمحمول هل يكفيهما طواف واحد؟ لا، لا، بخلاف لو وضعه في عربة، لو وضعه في عربة وطاف به طوافا واحدا فلا بأس، لكن أن يحمله فلا بد من طوافين، طواف للحامل أولا ثم للمحمول، هذا إذا كان كلاهما محرم. أما إذا كان الحامل غير محرم وأراد أن يطوف عن ونوى بهذا الطواف هذا الطفل أو هذا المحمول فلا بأس، لا يضر، طواف واحد يكفي. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. انتهى الوقت ويعني بقي جملة، فإن أردتم نكمل أو نأخذها السبت القادم إن شاء الله. لا أكمل، أكمل أحسن الله إذا ما في مضايقة أكمل. طيب شكر الله لكم شيخنا. فصل: وواجبات السعي 6: أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وكونه سبعا يقينا،
بحسب الذهاب مرة والعودة مرة أخرى، وقطع جميع يحسب أي هو عندنا هنا بحسب الذهاب، لكن لعل الأضباط يحسب، أحسن الله لك شيخ. يحسب الذهاب مرة والعودة أخرى، وقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، وكونه من بطن الوادي، وعدم الصارف عنه، وأن يقع بعد طواف صحيح. نعم، كل هذا واضح، لكن فيه عبارة وهي أن يقطع جميع المسافة بنية الساعي، ولا يوجد هناك صارف. يعني مثلا قد يضيع طفل مثلا على أبويه، فقطعوا مسافة معينة لا ليس بقصد السعي، وإنما بقصد إدراك الطفل أو البحث عن الطفل. فهذه المسافة هذه التي قطعوها إلى أن وجدوه، هل تحسب من السعي؟ لا، ما تحسب من السعي، فلا بد من الرجوع إلى موطنهم الأول الذي تغيرت فيه النية ويعيدونه. وهذا قد يحدث، يعني امرأة تريد أن تدرك مثلا زوجها، يعني عزبت نية السعي عنها إلى صارف يصرفها. لكن لو كان من باب الغفلة، يعني هو مثلا بقربه إنسان ويتكلمان في أمور الدنيا أو آخرة، فكانوا يمشون مشيا عاديا، فانصرف الذهن عن السعي أو الخشوع في السعي أو استحضار السعي إلى ما كانوا يتكلمون فيه، إما في علم ولا في غير ذلك، وما انقطعت المسافة من غير إحساس. هل هذا يعد صارفا؟ نقول لا، ليس، لا يعد صارفا. فرق بين أن أمشي لغرض آخر، يعني لإدراك شخص، وبين أن أمشي يعني هكذا من غير تغيير النية، وإنما أفكر في أمور أخرى. فهذا يعني قد يغفل عنه بعض الناس، فيحتاج إلى تنبيه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: فصل. وواجب الوقوف بعرفة واحد، وهو وجود المحرم بها لحظة بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، مع كونه أهلا للعبادة. نعم، فصل. مع كونه أهلا، تواضع يعني ليس يعني مجنونا أو ليس صبيا، وإنما لو كان يعني حتى لو مر به مرور إنسان مريض، فسيارة الإسعاف أخذته مثلا ومرت به في عرفات، فأجزأ حجه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فصل. ويحرم على المحرم بالإحرام 10 أشياء: أولها لبس المخيط للذكر، وثانيها ستر رأسه أو بعضه، وثالثها ستر وجه المرأة أو بعضه، ويحرم عليها لبس القفازين في يديها، ورابعها التطيب على كل من الرجل والمرأة في بدنه أو ثوبه أو فراشه بما يعد طيبا، وخامسها دهن شعر الرأس واللحية، وسادسها الجماع على كل منهما، وسابعها إزالة شيء من الشعر أو أظفار، وثامنها التعرض لكل صيد بري وحشي مأكول في الحل على المحرم فقط، وفي الحرم عليه وعلى الحلال، وتاسعها قطع نبات الحرم إلا الإذخرة ونحوه عليهما، وعاشرها عقد النكاح على كل منهما. يعني يبدو أن هذه الأمور تقريبا متكررة في جميع المذاهب، ولكن قد يكون هناك اختلاف في بعض التفاصيل، وأمورها واضحة إن شاء الله. أحسن الله عليكم. قال: فصل.
ويستحب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات وبعد الحج آكدوا لاستحباب العلماء لها ولورود ما يدل على ذلك من الأحاديث. والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. تقبل الله، رزقنا الله وإياكم الإخلاص والأقوال والأعمال والنيات. آمين اللهم آمين. في جميع أعمالنا. آمين. شكر الله لكم شيخ، وجعلنا من العلماء من طلاب العلم المنتسبين لأهل الصلاح والتوفيق إن شاء الله، ويرزقنا القبول جميعا بإذن الله تعالى. آمين آمين. جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. إذن شيخنا يوم السبت نبدأ في متن الغاية والتقريب حفظكم الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب، شكر الله لكم وكتب الله وأجركم وجزاكم الله خيرا، وجزى الله الإخوة الحاضرين خير الجزاء إن شاء الله. بعد تحديد الأوقات مع بدء الدراسة، الله العالم، نشوف إن كان يناسب بنفس الوقت استمرينا عليه أو إن صار فيه اختلاف، سنجدد موعد آخر إن شاء الله. طيب طيب، بارك الله فيكم شيخنا. جزاكم.